اهلا بيكم، معاكم تامر محمد من شركه ريد لاين، خليكم معانا. السلام عليكم، اهلا بكم. هنتكلم النهارده على السويتشات البي او اي باور اوفر ايثرنت. باور اوفر ايثرنت، طيب ليه هجيب السويتش البي او اي وهستخدمه فين وهحطه ليه؟ السويتش البي او اي من كلمته كده او باور اوفر ايثرنت هو بيطلع باور على كابل اللان. طيب انا هستخدم السويتش ده ليه؟ السويتش ده دايما بستخدمه في النتورك وفي البيزنس. ممكن تستخدمه في البيت عندك لو انت عندك حاجه ايرجنت قوي عايزه تاخد باور على كابل اللان. طيب انا لو عندي زي ما قلنا الاكس بوينت السيلينج ماونت اللي متركبه عندي في الحيطه، تمام، انا طبعا مش همشي لها كابل كهرباء وكابل داتا، لا انا بوصل لها كابل واحد بس وبيبقى هو اللي بيوصل لها داتا بيوصل لها باور، تمام. طيب ايه تاني ممكن؟ التليفونات الاي بي، الاي بي فون، الاي بي فون بياخد باور وانترنت على نفس الكابل، فكده انا محتاج كابل واحد يروح على السويتش عندي كده، يروح على السويتش عندي ويكون السويتش ده بيطلع لي داتا وبيطلع لي باور عشان يوصل بكابل واحد الباور والداتا. طيب ايه تاني ممكن نشتغل عليه يكون بيطلع باور وداتا؟ كاميرات المراقبه، كاميرات المراقبه، كاميرات المراقبه برضو بتاخد لان اللي هي تشتغل على الان في ار او الاي بي كام، دي اللي بشغلها باور اوفر ايثرنت. وفي منها النهارده السي سي تي في بتشتغل برضو باور على الكواكس كيبل، بس دي لازم تتوصل دايركت على الدي في ار اللي بيطلع لها الباور، ما ينفعش اوصلها على السويتش البي او اي. طيب السويتش البي او اي هختاره ازاي؟ السويتش البي او اي هختاره بناء على الوات بتاع كل ديفايس. لازم ابقى عارف كل ديفايس عندي بياخد كام وات، السويتش بتاعي الماكسيمم بتاعه كام وات عشان اقدر اقول السويتش ده هيطلع الوات ده فهيقدر يخدم على عدد معين من الاكس بوينت. البي او اي في منها البي او اي والبي او اي بلس، البي او بلس بيطلع وات اعلى، تمام. فبناء عليه هتقول انت هتشتري سويتش مانج عادي ولا مانج وبي او اي ولا نصه بي او اي ونصه مش بي او اي بناء على التكلفه اللي انت حاططها. شكرا لكم، سلام عليكم.